إلينا الأستاذ أمين بشير المحلل السياسي والخبير القانوني عبر سكايب من بيروت. أستاذ أمين مرحبا بك معنا في هذه النشرة. يعني اليوم رقعة الحرب آخذة بالاتساع لتشمل سوريا ولبنان والعراق، هل تتوقعون أن تمتد إلى دول أخرى خاصة بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تحضر لشن هجمات ضد الحوثيين؟ يعني مساء الخير سيدي الكريم والمشاهدين. يعني بالطبع لبنان اليوم يشهد تصاعد في المعركة، ولا سيما بعد عملية اغتيال القيادي في حماس في يعني المربع الأمني كما يسمى، يعني في ضاحية جنوبية لحزب الله. وبالتالي رأينا أن نبدأ برؤية التصعيد. يعني كان اليوم منذ قليل هناك ضربات موجهة إلى قاعدة جوية يعني في العدو الصهيوني من قبل حزب الله، وبالتالي سوف نشهد ربما أيضا مزيد من التصعيد بعد أن كسرت قواعد الاشتباك التي لطالما عمل ضمنها الفريقي يعني على طرفي الحرب طيلة هذه المدة. ولكن ربما جاء اغتيال صالح العروري هو نقطة تحول لهذا المشهد. فرأينا هناك اليوم ضربة أيضا نوعية لحزب الله من أكثر من ربما 62 صاروخ إلى هذه القاعدة الجوية، وبالتالي ربما سوف نشهد تصعيدا أيضا يعني مضاد من قبل العدو الصهيوني في الساعات المقبلة. هناك كان متوقع أن يكون هناك حركة دبلوماسية ولا سيما من هوكستاين الذي كان ينوي أن يزور لبنان، ولكن تأجلت زيارته لأن هناك يعني هذا التصعيد في المنطقة، فهو ينتظر ربما كما علمنا من مصادر من أنه ينتظر الهدوء بعد مدة من الزمن ليعود ويعني يعمل على مفاوضاته الدبلوماسية، لأن الجميع يرى حتى حزب الله بأنه لن تتوقف هذه الحرب إلا بمساعي دبلوماسية وبإعادة تطبيق القرار 1701 على الحدود. أشرت أستاذ أمين إلى العملية التي قام بها حزب الله بإطلاق 62 صاروخا، كذلك أيضا الإعلام الإسرائيلي أقر بإطلاق حزب الله 40 صاروخ وليس 62 صاروخا على قاعدة استخباراتية. يعني من خلال قراءتك للوضع، هل تسعى إسرائيل هنا إلى جر حزب الله للحرب، أم أن الأمور يعني ستبقى ضمن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل؟ هناك قراءتين لهذا المشهد. للأسف هناك ربما من يقول بأن إسرائيل تحاول يعني كما نقول جر رجل أمريكا إلى هذه الحرب، وخصوصا بعد انسحاب يعني حاملة الطائرات جيرار فورد. وبالتالي هناك نظرية تقول بأن نعم إسرائيل تريد توريط الأمريكيين في هذه الحرب، وبالتالي هي تستدرج حزب الله إلى معركة كبرى. ولكن أيضا هناك نظرية أخرى ربما هي الأقرب إلى المنطق بأن الفريقين ليس يعني في نيتهم توسيع. نعم أستاذ أمين تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ أمين. عاد إلينا أستاذ أمين، تفضل أكمل الفكرة. أستاذ أمين تسمعني؟ نعم تفضل أكمل الفكرة. عاد الصوت. نعم كنت أقول بأن هناك نظرية وهي الأقرب إلى المنطق بأن الفريقين يعني الصراع لا يريدان توسيع رقعة الحرب. وبالنسبة لحزب الله لأنه يعني كان دائما يتحدث بأنه سوف يعني يقوم بتصعيد هذا الصراع إذا قامت إسرائيل إن كان بدخول غزة أو حتى في المرحلة الأخرى تحدث إن كان هناك أي عملية اغتيال في عمق عاصمة بيروت سوف يكون الرد مزلزل، ونراه لم يفعل شيء. وبالتالي هناك مصادر كثيرة تتحدث عن أن قنوات المفاوضات الدبلوماسية هي التي تعمل اليوم، ولا سيما حول إعادة تطبيق القرار 1701 الذي أيضا حزب الله له مصلحة
في تطبيقه كما الإسرائيليين، لأنهم يريدون أن يعيدوا مستوطنيهم يعني ما يقارب 200,000 مستوطن شمال العدو الصهيوني شمال إسرائيل، وبالتالي يريدون أيضا إعادتهم إلى منازلهم، وهم لا يستطيعون هذا إلا بتطبيق القرار 1701. وهذا ما كان ينوي بالطبع الموفد الأمريكي هوكستاين في زيارته على ذكر الموفد أستاذ أمين، الموفد الأمريكي هوكستاين إلى المنطقة، كذلك وزير الخارجية الأمريكي بدأ جولة شرق أوسطية يعني بدأها اليوم من تركيا، هل يمكن أن تثمر هذه الجولة عن شيء ما ملموس لوضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، أم أنها كحالها كحال بقية الزيارات التي قام بها بلينكين للمنطقة؟ يعني ربما بلينكين مهمته هي حرب غزة تحديدا، وكل يعني ما يدور في فلك هذه الحرب، وربما يعني تصل مساعيه إلى جهود تهدئة أو غيره، ولكن فيما خص جبهة لبنان تحديدا. ولكن أمين عام حزب الله بالأمس قالها، يعني قال إذا أرادت أن يعود المستوطنون إلى يعني إلى المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية الإسرائيلية، عليهم أن يطلع المواطنون الإسرائيليين عليهم أن يسألوا أو يذهبوا إلى المسؤولين الإسرائيليين ويطلبوا منهم وقف الحرب على غزة، إذن الموضوع مترابط طبيعي. وهو أيضا قال بأنها هي فرصة تاريخية للتحرير الكامل ولإعادة يعني السيادة إلى لبنان، وبالتالي هو يعني يغمز من قنوات المفاوضات الدبلوماسية، لأنه يعلم بأنه لن يستطيع فرض يعني القرار 1701 وإعادة يعني إسرائيل أو هو عودته إلى ما بعد شمال الليطاني إلا عبر القنوات الدبلوماسية. لذلك هذه الجملة التي تحدث عنها البارحة السيد حسن نصر الله بأنها فرصة تاريخية يعني تمكيني من السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، هي بالتالي إشارة واضحة بأنه هناك قنوات يعني دبلوماسية تعمل، وأيضا مصادر عن الرئيس بري تحدث عن هذا الموضوع، وبأن هناك نية من حزب الله بتطبيق 1701، ولكن أيضا يريد إخراج يعني جيد أمام بيئته وأمام جمهوره بأنه لم يخضع للتهديدات الإسرائيلية، بل كان هناك ربما صفقة استطاع من خلالها أن يعيد العدو يعني خلف الحدود، وبالتالي يوقف هذه الضربات اليومية. وأيضا هناك لا ننسى يعني جنوب لبنان أكثر من 70,000 نازح من الجنوب اللبناني، وبالتالي الطرفي لهم مصلحة اليوم في إعادة تطبيق 1701 الذي طالب به أيضا حزب الله في عام 2006، وهذا ما نتذكره لأنه يعني كان لديه وزير في الحكومة اللبنانية، وهذا الوزير الذي وافق على شروط 1701 ويعني تم تطبيقه. لذلك نعم. اليوم نرى بأن هوكستاين هو الذي بدأ ترسيم الحدود البحرية، لا ننسى هذا الأمر يعني بين العدو الصهيوني والدولة اللبنانية، وجاء ليكمل عبر الحدود البرية، ولكن الحادثة التي حدثت عملية اغتيال العروري ربما أجلت هذا الموضوع، ولكن هو يعني ما زال في مساره الطبيعي، والذي جميع المعطيات تتحدث عن أن هوكستاين سوف يكمل هذه المهمة عبر إزالة النقاط 13 اللي هي متنازع عليها في ترسيم الحدود البرية بين حزب الله والعدو الصهيوني. الأستاذ أمين بشير المحلل السياسي والخبير القانوني، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.